مرحبا يا حلوين، معكم بروفيسور جي بي. أنا رح رفقكم بفقرة تعلم معنا طول فترة البرنامج. رح تتعلموا معي أشياء حلوة ومفيدة. اليوم رح نبلش بأول حلقة مع الشيفر إلي نومبر. مين بيعرف شو الفرق بين الشيفر والنومبر؟ الشيفر هو مؤلف من رقم واحد يلي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 والنف. أما النومبر هو رقم بيكون مؤلف من حرفين أو ثلاثة أو أكثر، مثلا 10 11 100 1000 400، كل هالأرقام البقوة. وبما أنه النومبر مؤلف من عدة أرقام فنحن منقسمهم حسب عدة كاتيجوري. عنا الأونيتي، ديزان والسنتين. الأونيتي هو الرقم يلي بيكون على يميننا بالآخر، ديزان هو الرقم يلي بيسبقه، والسنتين الرقم اللي بيجي قبله. مثلا اذا بدنا نشوف الرقم 426 بنشوف انه 6 هو نومبر دونيتي، 2 نومبر دو ديزان، وال4 نومبر دو سنتين. وهلا رح نعمل اكزرسيس صغير رح نشوف من خلاله نيميرو 5 باي كاتيجوري جايه، اذا يونيتي، ديزان او سنتين. بناخذ اول رقم 543 بنشوف انه هذا الرقم مؤلف من 3 ارقام والسانك جاية بأول الرقم، فإذا هي شو بتكون؟ بتكون سنتين. اكزرسيس تاني ناخد نمرو 325، كمان هذا الرقم ألف من ثلاث أرقام بس هون السانك جيت بالآخر، فإذا هي بتكون يونيتي. رقم جديد ناخد 852، كمان هذا الرقم ألف من ثلاث أرقام بس هون السانك جاية بالنص، فإذا هي بتكون ديزان. وهلا رح اعطيكم ثلاث ارقام تحت تعرفوا نيميرو 8 هو شو، وانتو رح تعملون عندكم بالبيت. ناخذ 825 582 و528. وهيك اليوم بنكون تعرفنا على الشيفر والنومبر وعرفنا شو الفرق بيناتهم. بنشوفكم بحلقه جديده مع موضوع جديد. باي.